نبذل تبكيلا بكل اهتزاز وفخر. أبارك لشعبنا الصابر المحتسب استشهاد القائد الكبير أبو هادي السيد الموسوي والتحاقه بركب الشهداء الأبرار بعد مسيرة من النضال احترت السجن والملاحقة والتهديد والهجرة في سبيل الوطن. لطالما كان شهيدنا مجتهدا في القيام بما وقع على عاتقه من تكليف شرعي في مقاومة الاحتلالين السعودي والخليفين سواء من خلال عمله الإعلامي أو الميداني رغم ضعفه وسيطرة المرض عليه فترك الراحل بصماته على كل خمسة دائرة في أرض البحرين وأوجع النظام بحكمته الجهادية وأزعجهم بمهارته القيادية ورحيله عنا بلا شك أفجعنا وأخذ مضاجعنا ولكنها سنة الله في خلقه فلقد أدى ما عليه من دور على أكمل وجه وعزاؤنا في مواصلة دربه على فرض الاحتلال السعودي وأدنى به الخليفيين وأدعو المجاهدين إلى اعتبار يوم استشهاده هو يوم لشحذ الهمم ومواصلة طريقه الجهادي حتى تحقيق النص فدماء القادة ترتقي بنا إلى مراحل أسمى وأقوى سماحة السيد عقيل.